طب انا عايز ارسم اللوك، فانا هعمل الاتي حاجه، اقوم عامل السنتر لاين هنا، سنتر لاين للوك، هاخد اللوك كله حوالي 2 سم، 2 سم تحت 2 سم فوق، هبدا اللوك بتاعي بان انا هرسم الجيت. فلو انا رسمت الجيت دي عندي 2 سم، يبقى دي مثلا سم، يبقى هنا البوابه اهي، البوابه دي لما هتلف في كده هتقفل تقريبا هنا، يبقى انا هاخد نهايته هنا كده. يبقى انا عندي بس راس طول اهو، الجزء ده يبقى جزء صغير، واللي انا عملته الناحيه دي اعمله الناحيه دي. يبقى انا عندي دي كده بالظبط اهي اهو، هيبقى فيه هنا خط وهنا، ده نهاية الثرست. وبعدين بنبدأ لاندنج، بعدين ابتدي ثرست زي الثرست اللي فوق بالظبط. يبقى انا لو بدأت الثرست من هنا فانا كنت واخد سنتي، وبعدين الجيت خدت ادي سنتي اتنين تلاتة الا ربع، يبقى ادي سنتي اتنين او هي ربع بالظبط، وبعدين ادي واحد اتنين تلاتة، يبقى الجيت بدأت من هنا ودي اتنين، ودي كانت سنت ونص، يبقى ده الثرست الأول اهو. الجيت ارتفاعها سنتي، يبقى هي لغاية هنا، دي أهم جزئية عندي. وطبعا السايد كالفرت اهو في الأربعة. وبعدين هنيجي طبعا هنا في خط قطع، لأن أنا ايه مش هكمل، يبقى هنا في خط قطع، المفروض خطين مع بعض. نيجي نقفل من هنا، فانت عندك حيطة بنعمل جروف، واحد اتنين تلاتة، يبقى هنا واحد اتنين تلاتة، نفس الجروف الحيطة دي هاخد الميول بتاعتها اهي، هنعمل ميول اكبر من كده يا ريت. وبعدين الرصاصة نص مربع، وبعدين عندي هيبقى هنا نهاية الميل، وبعدين عندي ده البيض وده الميل وده الطريق، هنا في خطاط
نيجي هنا نرسم الكوبري. فالكوبري عبارة عن طرابزين ورصيف وطريق ورصيف وطرابزين. طبعا هنا هيبقى نقط عندي هنا بيحيطه. هنا يبقى في برضو جروف وهنا برضو في جروف. يبقى دي 3 سنتي. بعدين هنا هنعمل بقى الانفلتر فلتر وهنا التدبيش. طبعا نفضل ان انا اجيبها كده شوية. هنيجي نقفل الطريق مع الطريق والميل مع ميل زيه. فباجي اعمل كيرف كده وكده واقفل ده كده. نفس الكلام هنا اقوم جاي قافل الطريق مع الطريق والميل مع الميل. اقوم جاي عامل كيرف ده كده واقفله كده. الكيرف التاني من هنا الكيرف ده اللي هو الاس كيرف ده مع ده. لو انا جيت في المسافة اللي في النص بالظبط وانت راسم الكيرف ده يبقى ده نهاية الكوبري. وهنيجي هنا مثلا هقوم عامل دايرة كده في النص بالظبط اللي هي الدايرة اللي انا بلف حواليها. وعندي هنا بخط بطن